بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 67. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله الشيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع قال: حتى إذا زالت الشمس، يعني يوم عرفة، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نحن نشهد بأنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف وذكر تمام الحديث، ثم أشار الشيخ إلى ما يريد من التشبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. أما بعد، فهذا الحديث في سياق حجته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، سميت حجة الوداع لأنه ودع فيها الناس وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي هذه ولذلك سميت حجة الوداع. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة غير هذه الحجة. وأما العمر فقد اعتمر عليه الصلاة والسلام 4 مرات، اعتمر من الجعرانة، اعتمر عمرة الحديبية، عمرة الحديبية التي صد عن البيت ورجع إلى المدينة، وعمرة القضاء وهي التي بعدها التي صالح المشركين على أن يرجع من عامه عام الحديبية وأن يعتمر من العام الذي بعده. سميت عمرة القضاء بمعنى المقاضاة، هذه هي العمرة الثانية. العمرة الثالثة عمرته من الجعرانة لما رجع من حنين، من غزوة حنين، وأراد دخول مكة، فإنه أحرم
صلى الله عليه وسلم من الجعرانة لأنها حدود الحرم وهي على طريقه، لأنه دخلها صلى الله عليه وسلم يوم قدومه من المدينة غير محرم لأنه كان لابسا للسلاح. فلما فتح الله عليه مكة ثم غزا غزوة حنين ونصره الله على هوازن ورجع إلى مكة، اعتمر صلى الله عليه وسلم لما كان داخلا إلى الحرم، فسميت عمرة الجعرانة. والرابعة عمرته التي قرنها مع حجته عليه الصلاة والسلام هذه. وهذا حديث عظيم فيه ذكر خطبته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة رحل صباح هذا اليوم من منى متوجها إلى عرفة، ونزل صلى الله عليه وسلم بنمرة وهي قرية خربة على حدود مزدلفة بينها وبين عرفة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس رحل من نمرة ونزل في وادي عرنة، وهو فاصل بين الحل والحرم، لا هو من عرفة ولا هو من مزدلفة، فنزل فيه صلى الله عليه وسلم وخطب هذه الخطبة العظيمة البليغة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رحل صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم رحل إلى عرفة ووقف بها، فهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب وصلى بعرنة ووقف بعرفة. نعم. قال جملة نعم. قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إن دماءكم يعني سفك الدماء بغير حق، لأن الدم المعصوم لا يجوز سفكه إلا بحق. قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهو يخاطب المسلمين يقول إن دماءكم أي دماء المسلمين حرام سفكها بغير حق، إما بحد وإما بقصاص وإما بردة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: خيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك من النفس التي حرم الله نفس المعاهد والمستأمن والذمي، فإن هؤلاء دماؤهم حرام كدماء المسلمين بموجب العهد الذي بينهم وبين المسلمين. قد قال الله جل وعلا في قتل المؤمن بغير حق: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في قتل المعاهد من الكفار: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المسلم ونفس المعاهد. نعم. وأما الأموال قد حرم الله أخذ أموال الناس بغير حق، قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال إلا أن تكون، قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وأخذ المال بغير حق يكون إما بالغصب وإما بالسرقة وإما بالنهب وإما بالاختلاس وإما بالمعاملات المحرمة والغش والخديعة وإما بالربا وإما بالقمار والميسر، وكل وجوه المكاسب المحرمة فإنها أكل للمال بغير حق. وأما الأعراض فالعرض هو ما يمدح فيه الإنسان أو يذم، فلا يجوز للمسلم أن يتناول عرض أخيه المسلم بالنميمة أو بالغيبة. قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال في النميمة: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وقال: لا يدخل الجنة نمام. وكذلك لا يجوز تناول عرض المسلم بالسباب والشتم والقذف، ولذلك رتب الله الحد على القاذف، وهو الذي يرمي مسلما بالزنا أو باللواط، فإنه إما أن يقيم 4 شهود يشهدون بما قال، وإلا فإنه يجلد 80 جلدة وتسقط عدالته فلا تقبل له شهادة، ويحد وتسقط عدالته ولا تقبل له شهادة. قال تعالى: إن الذين يرمون عن محصنات الغافلات المؤمنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهذا هو الحكم الثالث، أنه يحكم عليه بالفسق إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، مما يدل على حرمة عرض المسلم حيا كان أو ميتا، فإن حرمة الميت حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. فلا يجوز تناول الأعراض بسباب أو شتم أو قذف أو غيبة أو نميمة أو تنقص أو غير ذلك، لأن الأعراض محترمة كاحترام الدماء واحترام الأموال. نعم. صلى الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كحرمة يومكم هذا، اليوم الذي خطب فيه صلى الله عليه وسلم هو يوم النحر، وهو يوم النحر اليوم العاشر في بلدكم هذا، يعني مكة، في شهركم هذا يعني شهر ذي الحجة، فاجتمعت 3 حرمات، فدم المسلم وعرضه وماله حرام كحرمة هذه الأشياء، مما يدل على شدة أو مما يدل على مكانة المسلم عند الله وعلى أنه يجب أن يحترم من جميع النواحي. نعم. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. هذه الفقرة الثانية في هذه الخطبة المباركة، وهو إبطال أمور الجاهلية وأن لا يطالب بالثارات التي كانت في الجاهلية من الأموال الحرام كالربا الذي كان يؤخذ في الجاهلية، فما كان منه في ذمم الناس فإنه باطل ولا تجوز المطالبة به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه وبدأ بربا عمه العباس، والدماء كذلك، وبدأ بدم ابن ربيعة بن الحارث من بني هاشم، فلأنه قتل في الجاهلية وهو صغير، وكان هناك عراك بين قبيلتين تضاربوا بالحجارة، فوقع حجر على الطفل وهو يحبو فقتله،
فالرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه والمطالبة به لأنه من أمور الجاهلية. وأما في بعد الإسلام فإن الدماء يطالب بها إذا سفكت بغير حق. نعم. قال: ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته خذيل. من دمائنا يعني من دماء أقاربه عليه الصلاة والسلام. نعم. ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ورب الجاهلية موضوع، الربا حرم الله الربا، وهو على نوعين: ربا الجاهلية وربا الفضل. ربا الجاهلية هو النسيئة، هو ربا النسيئة، وذلك بأن يكون له الدين على إنسان فيعسر المدين بالسداد فيضاعف عليه الدين ويؤجله مرة ثانية، وإذا حل إما أن يربي وإما أن يسدد حتى يتضاعف الدين في ذمة الإنسان ولم يستفد شيئا، ما استفاد شيئا، وإنما تضاعف الدين في ذمته بغير حق. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فلكم رؤوس أموالكم فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: هذا ربا النسيئة. وربا الفضل جاءت السنة النبوية بتحريمه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في ستة أشياء: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، والملح نعم، والذهب بالذهب. نهى صلى الله عليه وسلم عن الربا في ستة أشياء: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. ويقاس عليها ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها، فهذا يسمى ربا الفضل. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، أو هو الإجماع على تحريمه، وهو داخل في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهو داخل في عموم الربا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. نعم. وهذا مقطع عظيم من مقطع هذه الخطبة المباركة، وهي مسألة النساء التي هي مشكلة العصور، وهي فتنة الأجيال، فإن النساء فيهن فتنة عظيمة للرجال، لما جبل الله الرجال على الميول الشهواني إلى النساء، فالله خلق النساء وخلق الرجال، خلق الزوجين من أجل بقاء النسل، ورتب لذلك طرقا شرعية أو طريقا شرعيا هو الزواج بالحلال، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ويسمى هذا بالسفاح والعياذ بالله، وهو إخراج المني بغير فائدة بل بمضرة، أو الاستمتاع بإخراج الشهوة بغير ما موضعها وبغير الحرف الذي جعله الله للنسل، فهذا يسمى بالسفاح وهو الضائع الذي لا خير فيه. فالنساء لكونهن فتنة ويتجملن ويتزينن ويتعرضن ويخالطن الرجال فهن فتنة عظيمة، مع ما جبل الله الرجال من الميل إلى النساء، لا سيما الشباب بقوة الشهوة وتزيين النفس والشيطان، فهن أخطر فتنة على المجتمعات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا النساء.
فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا كان الإسلام يحافظ على النساء محافظة تامة، خوفا من الافتتان والفاحشة وضياع الأنساب واختلاط الأنساب. فلذلك وضع ضوابط تصون المرأة، منها أن الله شرع لها البقاء في البيت وقرن في بيوتكن، فهي تبقى في بيتها، هذا هو الأصل، وإنما تخرج لحاجتها بضوابط شرعية مأمونة ثم ترجع إلى بيتها. وكذلك نهاها الله عن التبرج، وهو الخروج بالزينة والطيب، قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأمرهن بالحجاب، وهو ستر الجسم عند الرجال بجميعه بما في ذلك الوجه والكفان وجميع الجسم، قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية. ونهى صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة وحدها بدون محرم، ونهى عن خلوة المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمها، قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ونهى عن اختلاط النساء بالرجال، وشرع أن المرأة تصلي خلف الرجال ولا تختلط بصفوف الرجال، ومع ذلك قال: بيوتهن خير لهن. فالشارع وضع ضوابط لهذه المرأة لئلا تصبح فتنة وشرا على المجتمع إذا أفلتت من هذه الضوابط أو من بعضها. ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم من فتنتها في حجة الوداع، وقال: استوصوا بالنساء خيرا، أي اقبلوا الوصية فيهن، فلا تظلموهن بحقوقهن، لأن المرأة ضعيفة، فلا يستغل الرجل قوته وسلطته وأنه هو الزوج أو أنه هو الولي فيتعسف في هذا الحق فيضر بالمرأة ويظلمها لأنها ضعيفة، فهو لا يظلمها، وأيضا لا يهملها ويترك الحبل لها على الغارب، لأنه مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فلا يظلمها ولا يهملها، فهذا حقها عليه، أن يصونها وأن يكرمها وأن يعطيها حقها الذي شرعها الله، سواء كان وليا أو زوجا أو قريبا. نعم، أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أخذتموهن بأمانة الله، ائتمنكم الله عليهن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا يزوج المرأة إلا من يتصف بصفتين: الدين والأمانة. فإذا اتصف بهاتين الصفتين صار كفأ للمرأة، أما إذا كان ليس أمينا فإنه لا يزوج، أو كان أمينا لكنه ليس دينه ليس بالقوي إنه أيضا لا يزوج، لأن هذه مسؤولية بأمانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وهي عقد النكاح، فإن الأصل في الفروج التحريم، ولا يحل منها شيء إلا بالعقد الشرعي الصحيح، وهو كلمة الله عز وجل. نعم. ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أو بكلمة الله، يعني بأن الله بقوله تعالى في إباحة ما بين الزوجين:
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم صلى الله عليكم. قال ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. لما ذكر حق المرأة على الرجل ذكر, ولهذا لا يقول الرجل أن الحق له وحده. نعم. وإنما له حق وعليه حق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فكما أن للمرأة كما أن للرجل حقا على زوجته فللمرأة حق على زوجها. ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه, لا تدخل بيته, لأن البيت ملك له وهو المراقب له, لئلا يدخله مفسد أو يدخله من لا خير فيه. فهي لا تدخل فيه إلا من أذن له. نعم. قال فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. نعم. إذا نشزت المرأة على زوجها فمنعت حقا له عليها إما الاستمتاع أو غيره, أو أنها صارت تأذن في بيته لمن لا يريده ومن يكرهه, فإن له أن يعزرها بما يردعها, أولا بالموعظة والتخويف, ثانيا إذا لم تجدي الموعظة في الهجر, يعني يهجرك لا يكلمها ولا ينام معها في الفراش, أو ينام معها في الفراش ويعرض عنها. فإذا لم يجدي الهجر فإنه يضربها ضربا غير مبرح, يعني غير كاسر للعظم أو جارحا للجلد, وإنما ضرب يوجد منه ألم لكنه لا يترتب عليه أثر ضار. نعم. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. نستأذنك شيخ, لأن هذا وقول صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح يحتاج مزيدا من التفصيل, فبإذنك ندعه للقائنا القادم لتصرم وقت هذه الحلقة. أيها المستمعون الكرام, إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح اقتضاء الصراط المستقيم لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذه تحية من زميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم, حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.